démarre avec un Tangérois. C'est un jeune de 24 ans, artiste, autodidacte, mais qui se démarque dans un monde d'un art nouveau. Dans un art nouveau, c'est bien le 3D character, c'est bien ça. Il est actuellement 3D character artiste et concept artiste à Sigma Technologies. Et son talent, il a été reconnu à l'international. Aujourd'hui, on accueille Brahim Azizi. Dream big and work hard. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. This weekend I'm really nervous, but I'm so excited to be here and share with you guys some of my experience. Anyway. القصة ديالي بدات فاش كنت باقي صغير، ملي كنت انا وقال مرة سقط بعضنا في الطاولة. دونك بديت كنرسم في أي وقت أي ساعة أي بلاصة. كنرسم في الخيط ديال الدار، الطاولات ديال المدرسة، فترة ديال المقررات، ديما كنقول العصب وراها. هذا أنا ملي كنت باقي صغير. دونك تزاد الولع ديالي هو واحد النهار كنا مشينا انا والوالدي تاع خالتي، جبرت عند ولد خالتي سام كوميك بوكس ديال مارفل ودي سي ديال سبايدر مان باتمان، عجبوني بزاف لدرجة ان كنت باغي نديهم. بعد في ديك العشية جبرت ورقة وستيلو بقيت كنرسم لو ماكس اللي قدرت عليه باش نديهم معايا للدار حيت عجبوني بزاف. ومن تما كملت المسيرة ديالي كنرسم الشخصيات ديال الرسم المتحركة اللي كنتفرج فيهم. ترجعت مشهور في الحوم، كنت كنرسم الشخصيات ديال بوكيمونات، كنشري ورقة ديال درهم كنقسمها على أربعة، كنرسم بوكيمونات كنرجع نبيعهم درهم الواحدة، كنرجع أربعة. كنت بيسمي سمان وأنا باقي صغير. اكتشفت ديجيتال ارت في 2005، وكان السبب ديالو الافلام ديال 3D انيميشن اند في اف اكس، يعني لي زيفي سبيسيو، الافلام ديال مثلا بحال ذا انكريدبلز، توي ستوري الاول، الافلام ديال بيكسار في الوقت كانوا كي بروديوسيو بزاف، كانوا عجبوني بزاف. دونك قررت انني نتعلم، عجبني بزاف هذا الدومين هذا، تيليشارجيت لوجيسيال بقيت كنتعلم شويه في الدار شويه بشويه، ولكن مع المدة اكتشفت ان هذا الشيء هذا صعيب بزاف، حيت في ذاك الوقت ما كانش بنادم عارف هذا الدومين هذا، دونك بقيت بوحدي. جاني صعيب باش نتعلم لو، الفورماسيون كيتباع في الانترنت غاليين بزاف، دونك ما قدرتش نكمل في ديك، حيت كنت باقي صغير. دونك سمحت في 3D ورجعت نرسم، حق هاد المرة هادي ما رجعت نرسم لي كارتون. مشيت شويه للرياليستيك، سام رياليستيك ستاف، من بعد رسومات بزاف ديال لي بورتري، اكتسبت بعد المهارات ديال الشيدين اون لايتين، قررت انني نكمل في الرياليزم. دونك قربت الثانويه الثالثه وما عرفتش شنو نختار، يعني في ديك البريود ما كاينش كلشي واحد اللي غيوجهها وي اقول شنو نعمل، يا نعمل هاد الدومين هذا، هاد الدومين هذا ما كاينش في المغرب، دونك خصك تمشي على برا ومصاريف كثيرة بزاف، 30 مليون في العام، ما كاينش شكون يوفر عليك، كنا أسرة بسيطة، أولا تعمل بحال اللي عمل الصحاب، يعني هاد اللي عمل ديفلوبمون، هاد اللي عمل ريزو، هاد اللي ما عرفتش شنو خسر ديك اللحظة، دونك قررت أنني نكمل المسيرة ديالي بوحدي، قررت أنني نكون راسي براسي. داكشي اللي وقع، الأخت ديالي شرات لي بيسي تعطيني تخدم بالتليفون صافي كتسنى تسكينة. دونك جمعت فلوس شريت طابليت كرافيك، هي ديك الوسيلة اللي كنستخدمها بالرسم، وخدمت دوزت سوايع بزاف حيت عجبني داك الشيء، طبقت التراديسيونال اللي تعلمته في الديجيتال. دونك كملت المسيرة ديالي وكانت أول رسمة ليا في الديجيتال هي هادي، ولقات إعجاب كبير في المنتديات.
لقات اعجاب كبير في المنتديات الغربيه والعربيه، عجبتهم بزاف ودعموني، وداكشي اللي خلاني انني استمر في هذا الميدان هذا ونبروديوس اكثر، يعني نديفلوب اكثر ونتعلم حوايج اكثر الى يومنا هذا. باقي خدام. دونك ناو I'm gonna talk about digital art. دونك اول حاجه شنو هو ديجيتال ارت؟ ديجيتال ارت هو فن بحال جميع اي فنون، غير هو كيستخدموا فيه وسائل جديده تكنولوجي، واللي هي بي سي كمبيوتر تكنولوجي او تابلت جرافيك. دونك والفن ما بقاش في الوسيله، يعني الوسيله كتبقى غير وسيله، ولكن الارتيست هو اللي غيبدع، ولا هو يعني سبب imagination creativity. دونك ثاني حاجه ديجيتال ارت، يعني ديجيتال ارتست خاص يكون متمكن من لوجيسيالات باش يقدر يبدع فيهم، يعني الا ما كانش عارف لوجيسيال ما يقدرش يدير شي حاجه. دونك ثالث حاجه the main major categories of digital art، يعني كينقسم ديجيتال ارت two main categories 2D و 3D. دونك think about 2D بحال الى غترسم طرقه، and think about 3D بحال الى تحلت في المجسم، يعني كتحكم في المجسم بثلاثه ابعاد، يعني الطول والعرض والارتفاع مثلا، يعني مجسم عندك ثلاثي الابعاد، بينما في 2D عندك شرفاس واحد هو اللي تقدر ترسم فيه. ما دونك في 2D و 3D كاين بزاف ديال سبيسياليتي، كل واحد يعني كل واحد و سبيسياليتي ديالو اللي كتعجبو. دونك في 2D كاين ديجيتال بينتين، كاين الستريشن، كاين كونسيبت ارت، كاين مات بينتين، كاين بزاف ديال سبيسياليتي على حساب الارتيست شنو كيعجبو. دونك في 3D كذلك كاين موديلين، كاين سكابتين، كاين الانيميشن، كاين بزاف. دونك رابع حاجة ديجيتال ارت برينكس توغيدر ارت تكنولوجي مات ان ساينس. دونك ارت حيت هو اصلا فن، ديجيتال ارت عبارة عن فن، تكنولوجيا حيت كتستعمل فيه وسائل تكنولوجيا ومساعدة الكمبيوتر. طبعا الكمبيوتر مجرد وسيلة، كاين بعض الناس غالطين يعني كيشوفوا انا بي سي، يعني بي سي كيدير مأمورية، يعني هو اللي غيكخي، انت ما كتخي والو، ولكن غالطين. Think about يعني like let's take for example Microsoft Word. Microsoft Word هو لوجيسيال ديال تريتمون دو تكست. هاد اللوجيسيال ما يقدرش يكخي لك التكست راسك، يعني انت اللي غاتخييه، هو غير كيدير ميزاجور وصافي. كذلك في ديجيتال ارت كاين لوجيسيالات انت كتخيي فيهم، هما غير كيساعدوك وصافي. دونك مات حي يعني كل تقريبا اللوجيسيالات يخدموا بالليكور، كاين ان باكاج ديال الماتيماتيك، يعني مثلا في 3D كنخدموا بزاف يعني فان اسباس بيرسبكتيف 3D. سيونس هادي اهم حاجه، يعني ديجيتال ارتست يعني خصو يكون عنده واحد الباكاج سيونتيفيك. مثلا انا سبيسياليتي في 3D كاركترز، ارجع ديما للسيونس مثلا باش تخيل كاركتر، يعني كنت متمكن من الاناتومي ماسلز، يعني لي ميسك والحركات ديال الشخصيات، كي لي بونز يعني العظام، يعني دونك تعرف سيونتيفيكمون كيفاش كيتخدم الجسم البشري باش تقدر تخي في 3D وورلد. وكاين بزاف ديال لي سبيسياليتي، كاين مثلا في الانيماسيون، لي سبيسياليتي في الانيماسيون يعني خصو يكون كيدرس الشخصيات ديال واحد، هما صراحة كيقراو لاكتين، يعني كيقراو التمثيل باش تكون انيماتور تقدر تحرك الشخصيات، يعني خصك تكون قريتي لاكتين. خامس حاجة ديجيتال، يعني ديجيتال ارتست خصو يكون عنده واحد باكاج يعني كولتور جينيرال، يعني يكون كيعرف لو ماكس، يعني مثلا سي فور اكزامبل جات ان سوسيتي قالتلو بغينا ان كاركتر ديال سميغل ديال لورد اوف ذا رينج، يعني ما كنتيش كتعرف هاد الكاركتر هذا راه قول لك صافي. دونك يعني تكون تحاول كتعرف بزاف ديال الحوايج، و ديجيتال ارتست يعني ما كيتوقفش من التعلم، يعني يحاول يتلحن السيونس شويه ديال المات، شويه ديال
يكون كيعرف بزاف ديال الكولتور اكثريه يعني على حسب سبيسياليتي ديال مثلا في الكاركتر كنحاول نشوف لي زانيمو كيفاش كيتحركوا كيفاش السكين ديالهم كيفاش كنشوف ديتاي باش نقدر نكري شي حاجه جديده مثلا كاركتر جديد ما عمره ما كان هذا هو التصميم يعني كتزيد في الايماجيناسيون ديالك كرياتيفيتي باش تقدر تخرج شي حاجه جديد يعني اي حاجه تكون خممتي فيها يعني خمم انا شي واحد اخر صدق لي دونك خصك تحاول تخرج شي افكار جداد دونك سادس حاجه اخر حاجه هي ديجيتال ارت مثل ما دونك ديجيتال ارت هو المستقبل ديال الارت مالوغوزمون كان كي باقي جديد على المغرب ولكن يعني اغلب ديال لي زارتيست اللي كانوا قراو تراديسيونيل ارت قلبوها ديجيتال ارت حيت هما عارفين يعني تقدر تكري شي حوايج اللي ما كانوش امبوسيبل واللي هما امبوسيبل تكريهم في تراديسيونيل يعني خمم مثلا في فيلم ديال افاتار كما كانش تكنولوجي ديجيتال ارت راه امبوسيبل تشوفوا افاتار يعني راه 90% كامله ديجيتال كامل مصوب في بيسي الا ما كانش ديجيتال كخيو غير رجع التراب دونك what I have learned in my journey اول حاجه وهي ام اي دوين وات اي دو تو سامبلومون حيت كيعجبني هاد الشيء ما نتخيلش راسي كنعمل شي حاجه اخرى من غير هاد الدومين هذا كيعجبني بزاف ونقدر نعطي فيه يعني واخا بلا فلوس نقدر نخدم في شي بروجي شهورة ما نتخلصش فيه واخا هذاك يعني عاجبني هادشي اللي درت كامل وهذا الشيء اللي كيخليني انني نزيد ندعم نزيد نخيل شي حوايج كثار يعني مثلا فكنخممش مثلا في دابا 10 سنين واش غنجبر خدمة واش كنخمم مثلا لا يكون عندي 70 عام نثينك اباوت ماي فلاش باك فيش دوزتو واش في شي حاجة عجباني ولا ضيعت حياتي كاملة عن عامل شي حاجة ما عجبانيش على قبل الفلوس ولا دونك ثاني حاجة you can learn from yourself هادي أهم حاجة أنا ما قاريش لا ما قاريش يعني الفن ولا عارف شنو هو ولكن تعلمت بزاف ديال الحوايج غير من راسي كاين بزاف ديال يعني مثلا كيجيو عندي كيقولوا لي شي مدرسة نقدر نتعلم فيها ديجيتال قول له واخا تكون عندك العزيمة هي الأولى ما بقاتش في القراية أنك غتقرا ديك 3 سنين وغتخرج كتعرف تروادي وكتعرف كلشي لما كانش عندك يعني واحد الجرأة أو واحد يعني عندك العزيمة أنك تعلم من راسك راه ما شوية كيسقسيك باش فيها فلوس ثالث حاجة do things you thought it's impossible well everything is impossible till somebody did it يعني لما درتيهاش انت حاولتي واحد اخر غيعملها اول يعني الحوايج الاهم يعني الناس اللي فاتوا هنا واللي كانوا كيامنوا بعض الافكار انهم غيقدروا عليهم الناس الاخرين كانوا كيضحكوا عليهم يقولوا لهم انتم لا ما تقدروش حتى كيبروفوا مع السنين دونك طبعا they move fear in the doubt from your way of thinking يعني اللي كيخلينا عائق بيننا وبين المستقبل هو كنخافوا منه يعني ما كنزيدوش لي طاب ما كنزعموش ديما كنخليو داك الخوف هو اللي كيخلينا ديما نضوا يعني لا حاول واخا تكون تشوف الفكره ديالك انها تقدر تمشي غلطه يعني انا دخلت هذا الدومين هذا واخا عارف باقي ما كاينش في المغرب وعارف نقدر ما جبرش خدمه واخا هذاك دخلت علاش حيت كيعجبني نقدر نستمر فيه دونك اخر حاجه دونت ليسن تو نيجاتيف بيبل هادي كل واحد كيعرف واش كيعرف دونك اللي بغيت نقول الخلاصه ديال الخامسه هي هم يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل يعني اللي كنشوف بعض المرات ملي كننزل الخدمه ديالي بعض المنتديات الغربية كيحاولوا يشجعوك وكيعطيوك لي فوت لي عندك لي تقدر تقدم ولكن ملي كنزلها في المنتديات الاخر غير انتقادات كتسمع غير انتقادات دونك اخر حاجة لا نهضر عليها هي the next generation
و يعني ولادكم ولا الاجيال اللي طالعين، كنصحكم تدعموهم، توقفوا بجنبهم، يعني حيت هما المستقبل. حنا ما مثلا حنا ما نقدرش نعيشوا باش نشوفوا المستقبل، ولكن نقدر نخيو الجيل اللي يقدر يصنع لنا المستقبل. وقفوا معاهم، دعموهم اي وسيله، يعني حتى نجحوا وخلوا شكون كان السبب غيجبركم نتوما. وشكرا، كان معكم رانا.